ورد في القرآن الكريم بضع آيات لا تزيد على أصابع اليد تتحدث عن الشفاء. فالقرآن الكريم شفاء للنفس، والعسل شفاء للأبدان. كيف يكون القرآن الكريم شفاء للنفس؟ من الآيات التي تشفي النفس وتريحها قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان ضعيف، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هناك أربع صفات ضعف في خلق الإنسان: خلق ضعيفا، وخلق عجولا، وخلق جزوعا، وخلق منوعا. ضعيف وعجول وجزوع ومنوع، هذه نقاط الضعف في كيان الإنسان لمصلحته، لأنه مكلف أن يعرف الله، لأنه يسعد بالاتصال بالله جعله ضعيفا. لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. خلقه للآخرة وركب فيه أنه عجول، فلو خلقه مهولا لاختار الآخرة دون أن يرقى بهذا الاختيار، أما هو طبيعته عجول، فلو آثر ما يبقى على ما يفنى ارتقى. خلقه منوع، لأنه إذا أنفق وهو منوع ارتقى، لو أنفق وهو سموح لا يرتقي، منوع. وخلقه جزوعا شديد الخوف، فكلما نابه أمر التجأ إلى الله عز وجل. فمنوع وجزوع وعجول وضعيف، هذه صفات خلقية لصالح إيمانه. أما الشيء الآخر، لأنه مخير، لأن الإنسان مخير، كل خصائصه حيادية الاتجاه، كل خصائصه. فالإنسان يغار، الغيرة إن توجهت إلى أعمال الآخرة كانت غبطة، وإن توجهت إلى الدنيا كانت حسدا. فالغيرة ليست قيمة إيجابية ولا سلبية، حيادية، إما أن تستغل في الآخرة فتكون غبطة ويرقى بها الإنسان، وإما أن تكون في الدنيا فتكون حسدا ويسقط بها الإنسان. أيها الإخوة، الآن الإنسان ضعيف، في عليه قوى كبيرة مخيفة، منها الأمراض، المرض سيف مسلط عليه، منها الأقوياء، في إنسان ضعيف في إنسان قوي. كيف يستطيع أن يتلاشى هذه القوى المخيفة التي فوقه؟ الجواب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في دائرة تملكها ودائرة لا تملكها، في مجال أنت سيده وفي مجال لست سيده، في مجال أنت فيه ضعيف وفي مجال أنت فيه قوي. فإذا أقمت أمر الله فيما متاح أمامك، فيما أنت مالكه، كفاك الله عز وجل ما لست مالكه. هي الآية شفاء، يعني أنا علي أن أطيع الله، أن أقيم الإسلام فيما بيني وبين ربي، أن أقيمه في بيتي، أن أقيمه في عملي. فإذا فعلت هذا كفاني الله أمر ما لا أستطيع أن أقف أمامه. ما بقوم، أنت بكرة، وهذه الكرة ضمن كرة كبيرة، وفي هذه الكرة الكبيرة قوى مخيفة، وأنت في الداخل. أما هذه الكرة الصغيرة أنت مالكها، وأنت محكم فيما فيها. فإذا أقمت فيها أمر الله عز وجل كفاك هذه الكرة الكبيرة التي لا تملكها. يعني بشكل مختصر، إذا كنت بخير
ولم تغير لا يغير، وإن كنت لا سمح الله في شر لا يغير حتى تغير. هذه قاعدة لو أن المسلمين عقلوها وفهموها لكانوا في حال غير هذا الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحيانا الأمر ليس بيد الإنسان، بيد من هو أقوى منه. أحيانا لا يملك رزقه، هناك من يتوهم أنه يملك رزقه. غير ليغير الله ما بك، فإن لم تغير الله لا يغير. هذه قاعدة من قواعد العقيدة، إذا كنت في خير لا تغير فلا يغير، إن كنت في غير هذا الحال غير حتى يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان أحيانا وهو في الطريق إلى الله يصاب بالفتور، هذا الفتور علاجه أن تذكر أيام الله. ما في واحد إلا ولله عز وجل معه أيادي بيضاء. في موقف صعب نجاك الله منه، في ورطة أنقذك الله منها، في ضائقة سلمك الله منها، في شبح مصيبة نجاك الله منها. فكلما وقعت في إشكال وفي أزمة وفي ضائقة ونجاك الله منها، هذا يوم من أيام الله أذكره. لهذا يقال كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هذا معنى قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. لذلك اليأس من لوازم الكفر والأمل من لوازم الإيمان. في أمل كما قلت قبل قليل، في أمل الأمل حيادي، إن جعلت الأمل في أمر الأمل عند الله فهذا الأمل الإيجابي، أما إن جعلت الأمل في الدنيا فهذا هو الأمل السلبي. ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل، هذا الأمل السلبي. أما إذا وضع الإنسان آماله في أعتاب الله عز وجل هذا هو الأمل الإيجابي. الآن في نقطة دقيقة جدا، هو أن الكلمة الطيبة، النبي قال الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة شبهت في القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة خذ حبة تين، كم بذرة فيها؟ لعل فيها 10,000 بذرة، كل بذرة يمكن أن تكون شجرة. كل شجرة كم حبة تين تحمل؟ لو فرضنا 10,000 حبة تين، كل ثمرة فيها 10,000 بذرة. لو أجرينا عملية حسابية، من بذرة واحدة كانت شجرة، ومن شجرة كان هناك آلاف الثمار، وكل ثمرة فيها آلاف البذور، وكل بذرة فيها آلاف الأشجار. هذه الكلمة الطيبة تنتشر انتشاراً في الأرض كبيراً. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. معنى أصلها ثابت يعني لها أسس. الله عز وجل قال له دعوة الحق، الحق الشيء الثابت. الدين الإسلامي مبني على حقائق، مبني على واقع، مبني على منطق، مبني على عقل، مبني على نقل. يعني الإنسان إذا عرف الله عز وجل من خلال هذا الدين العظيم يصبح مع الكون في انسجام، لأنه النقل كلامه والعقل مقياس أودعه فينا،
والفطرة جبلة فطرها علينا فطرنا عليها، والواقع خلقه. فإذا آمنت بالله عز وجل كنت على انسجام مع كل ما في الكون، أصلها ثابت، يعني ما في مفاجأة سلبية إطلاقا أنه العلم يكتشف شيء يتناقض مع الدين، مستحيل، لأن هذا الدين دين الله. لن تزيد الأيام المسلمة إلا رسوخا بإيمانه، لن يكون هناك حدث يناقض القرآن الكريم، القرآن كلام الله عز وجل، فلذلك أصلها ثابت. أما في مبادئ أخرى أصلها غير ثابت، بعد 70 عام ظهرت أنها باطل، وأنه لا أساس لها، وأنها تهاوت كبيت العنكبوت، فهي أصلها ثابت، نعمة كبيرة جدا، ما في عندك مفاجأة إطلاقا. وفرعها في السماء، يعني هي تسمو بالإنسان ترقى به في مبادئ تفسده تجعله حيوانا، وفي مبادئ دينية راقية تجعله في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، أما هنا المشكلة، الكلمة الخبيثة أيضا كشجرة خبيثة تنتشر، الأفكار الهدامة إذا لها علاقة بالشهوات، لها علاقة بالمصالح، تنتشر أيضا كما تنتشر الكلمة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، لكن ما لها أصل، ما لها جذور، لا تستند إلى منطق ولا إلى عقل ولا إلى نقل ولا إلى واقع ولا إلى فطرة ولا إلى خير، ما لها من قرار، تهتز سريعا. لذلك الله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، وزهوق اسم صيغة مبالغة، يعني مهما كان الباطل كبيرا هو زهوق، ومهما تعدد الباطل هو زاهق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يعني أكبر دعم للمؤمن هذا الكتاب، يقرأه شاب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما الذي يثبت الشاب على طاعة الله؟ أن الله وعده بحياة طيبة. ما الذي يعين المؤمن على تحمل الشدائد؟ أن الله وعده بالجنة. ما الذي يقوي المؤمن أمام عدوه؟ أن الله وعده بالنصر. ما الذي يجعل الإنسان مطمئنا؟ أن الله وعده بالرزق. فالقرآن الكريم يثبت المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية، والإنسان إذا علم أن الله يعلم، حينما يعلم أن الله يعلم يستقيم على أمر الله. والله عز وجل كما كان درس الجمعة، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لمجرد أن تعلم أن الله يعلم تستقيم على أمر الله. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، كل حركاتهم وسكناتهم بعلم الله. قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني الباطل أحيانا يمكر مكرا تزول منه الجبال، ولأن هذا الدين دين الله هو شامخ كالجبل راسخ كالصخر. ومكروا مكرهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والإنسان بساعات الضعف، ساعات البلاء، ساعات الامتحان، يقول الله عز وجل
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لكن الإنسان يمتحن بتأخير النصر حتى إذا استيأس الرسل، يمتحن بتأخير النصر. فالإنسان هنا يظهر إيمانه. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في إنسان بالأعماق، في إنسان على حرف، فاللي على حرف قد تفتنه الدنيا، أي ضغط يفتنه، أي إغراء يفتنه. فالمؤمن ينبغي أن يكون في الأعماق، لا يتأثر بالحوادث التي يسوقها الله له من أجل أن يكشف حقيقته. الله يعرفها، لكن الله يريد أن يميز بين المؤمنين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ليجزي الله كل نفس بما كسبت ما كسبت إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعقل أن تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس؟ في دليل قطعي في الآية: ولا تحزن عليهم. يعني إذا مد النبي عينه إلى هداية هؤلاء الذين غرقوا في الدنيا، هو يحزن عليهم، لا يتمنى ما عندهم. كلمة ولا تحزن عليهم تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يطمع بهداية كل الناس حتى أهل الدنيا، لأن دعوته عامة. لكن الله عز وجل يبين له أن هؤلاء الذين غرقوا في الدنيا لا جدوى منهم، لا تلتفت إليهم، لا تطمع في هدايتهم، إن قلوبهم مغلقة، لأن على قلبهم غشاوة وعلى أبصارهم وعلى سمعهم غشاوة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في آية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وآية ثانية: واخفض جناحك للمؤمنين. الفرق بين الآيتين: الإنسان ينتمي إلى مجموع المؤمنين، فينبغي أن يخفض جناحه لمن اتبعه أو لأي مؤمن على وجه الأرض. آية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والآية الثانية: واخفض جناحك للمؤمنين.